رحمة الله، أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن من أولويات الحكومة الانتقالية تقليل وتقليص استعمال السيولة في الاقتصاد، وأوضح أن تعاون شركة فيزا مع السودان يشكل خطوة عملية للاستفادة من الانفتاح والتكامل الاقتصادي في السودان مع العالم. وأكد الرئيس وتنفيذي لشركة فيزا في شمال أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط أندرو توري لدى لقائه حمدوك التزام الشركة بالعمل في السودان لمساعدة السودان وبنك السودان المركزي للتعاون في نظام الدفع الآلي وخلق نظام دفع غير نقدي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمل والنمو الاقتصادي، بجانب إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الحديث من خلال التقنية المالية. وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على توزيع عام قدره 650 مليار دولار، يعد الأكبر في تاريخ الصندوق. ويهدف التوزيع بحسب ما ذكره بيان الصندوق إلى دعم السيولة العالمية في ظل تفشي جائحة كورونا وتعامل دول العالم مع تبعاتها من ديون متزايدة وتداعيات الجائحة. ومن المقرر أن يصبح التوزيع سري المفعول في 23 من أغسطس 2021، حيث سيوزع حوالي 275 مليار دولار من الإصدار على الأسواق الصاعدة والدول النامية بما فيها البلدان منخفضة الدخل. كشف الوفد الأمريكي بالسودان عن تفاصيل مباحثاته مع اتحاد الغرف التجارية في البلاد. وقال الوفد بحسب تعميم صحفي إن اللقاء من أهم الاجتماعات التي عقدوها منذ مجيئهم للسودان. وقال ريتشارد سوناسون مع وفد رجال المال والأعمال الأمريكي إن الوفد الذي يضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء كونغرس والسفراء والدبلوماسيين الأمريكيين السابقين الذين أتوا للسودان للتباحث مع رجال الأعمال والمال والسياسيين المهتمين بتطوير وتنمية وضع المرأة في السودان حول إحداث شراكة وتنمية اقتصادية واستثمار بين السودان والولايات المتحدة. وأوضح ريتشارد أن السودان يشهد تطورا كبيرا في العديد من المجالات، وأضاف لكي ينمو هذا السودان ويتواصل في النمو فلا بد من أن يفتح أبوابه لاستقبال رجال المال والأعمال والمستثمرين الأمريكيين. شددت وزارة الطاقة والنفط على ضرورة الشراكة المساهمة في خلق الاستقرار وزيادة الإنتاج. والتأم اجتماع ضم عضو مجلس السيادة صديق تاور مع اللجنة العليا لقضايا البترول بحث جملة من القضايا المتصلة بالمجتمعات المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية. وقال ممثل وزير الطاقة والنفط إسماعيل أبكر مرسال بحسب تصريح صحفي إنه تم مناقشة العديد من التقارير وأداء الشركات تجاه مجالات التنمية بهدف تعزيز مسيرة الاستقرار في مناطق الإنتاج لتحقيق الفائدة لكل الأطراف. اتهم وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد جهات لم يسمها بالسعي لاستغلال ملف الخدمات الاجتماعية بمناطق إنتاج النفط لأغراض سياسية. وجاءت تصريحات الوزير على خلفية احتجاج مجموعة من مواطني منطقة حقل بامبو النفطي بهجي المطالبة بتقديم الخدمات الاجتماعية للمنطقة، مما أدى لإغلاق المحطة لمدة لا تتجاوز ساعتين حسب تصريح الوزير لوكالة السودان للأنباء. وألمح الوزير إلى أن التصعيد جانبا سياسيا استغله بعض أصحاب الأجندة الخفية لخلق بلبلة وانفلات أمني ضد حكومة الثورة الانتقالية. استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، حيث سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا بدافع تراجع الطلب مقابل العرض، فيما تباينت أسعار الصرف لدى البنوك التجارية. وتفصيلا كشفت مصادر مصرفية عن استقرار أسعار صرف العملات عقب تراجعها يوم أمس خارج المصارف، وبلغ سعر الدولار الأمريكي 443 جنيها للشراء مقابل 447 جنيها للبيع، فيما حدد البنك المركزي سعر الدولار التأشيري دون 444 جنيها. وجاءت أسعار العملات لدى البنوك متباينة رغم استقرارها، حيث بلغ أدنى سعر صرف للعملة الأمريكية 444 جنيها وأعلى سعر 449 جنيها. بحث وزير الصناعة إبراهيم الشيخ مع السفير الكوري بالخرطوم أفاق التعاون الثنائي المشترك بين دولتي السودان وكوريا في قطاع الصناعة من خلال توسيع فرص الاستثمارات.
متناولا القطاعات الاستراتيجية كتحديث وتأهيل لقطاع صناعة السكر والجلود والنسيج ومجال التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة وتبادل التكنولوجيا والتقنيات. ومن جانبه أبدى السفير الكوري أوكي كيونغ سونغ رغبة بلاده في التوسع والتنوع في الاستثمار الصناعي بالسودان. وقدم السفير الكوري الدعوة لوزير الصناعة مقرونة بدعوى وزير الاستثمار والتعاون الدولي لزيارة دولة كوريا في سبتمبر المقبل. أعلنت شركة زادنا العالمية اكتمال الاستعدادات لافتتاح صوامع الغلال بمنطقة بركات بطاقة إنتاجية وتخزينية تبلغ 100,000 طن لتكون إضافة للمواعين التخزينية بالولاية لتقليل الفاقد من المحاصيل. وأكد والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكيني لدى لقائه مدير شركة زادنا اللواء عبد المحمود حماد على أهمية التعاون المشترك في مجالات الطرق والزراعة وإنشاء صوامع الغلال والميناء البري بمدني. وأكد الوالي على أهمية صوامع الغلال ببركات والمناجل في توفير مخزون استراتيجي للمحاصيل الزراعية لكل السودان، إضافة للتعاون الكبير في مجالات الطرق، خاصة وأن الشركة بصدد تنفيذ أعمال الصيانة في الطرق القومية سينار مدني ومدني المناجل. قال المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي محمود إن إجازة بورصة السودان لسلع الزراعية يمثل حدثا مهما للبلاد ويسهم في التنمية الاقتصادية. وكان مجلس الوزراء أجاز أمرا تأسيسيا لسوق مال السودان لسلع الزراعية، والذي بموجبه تم تأسيس بورصة السودان للسلع الزراعية، وسيتم من خلالها تداول السلع والمحاصيل الزراعية بيعا وشراء حسب الأسعار العالمية. وأشار مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال إلى أن البورصة ستوفر قدرا كبيرا من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين. ولمزيد من التفاصيل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ السمو البدوي الخبير في الشؤون الزراعية. أهلا بك أستاذ السمو ومساء النور. مساء الخير أستاذ الزهاوي، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة السودانية 24. أهلا بك أستاذ سمو. والإنتاج الزراعي في السودان يعني على ما يبدو، إلى أي مدى يمكن أن تشكل إجازة هذه البورصة، بورصة السودان للسلع الزراعية، خطوة في طريق تطوير الإنتاج الزراعي بالسودان؟ بورصة السلع الزراعية في السودان أفتكر بأنها هي ممكن تكون خطوة جيدة جدا في عملية تسويق المحاصيل السودانية للخارج. واحدة من الإشكاليات اللي كان بيعاني منها كثير من المزارعين في ولايات السودان المختلفة عملية التسويق. عملية التسويق داخل السودان بتمر بمراحل كثيرة جدا ومجموعة من الوسطاء والسماسرة في توصيل هذا المحصول وبتزيد أسعاره. فأفتكر بأن المزارع اللي بيكون قاعد في أي من ولاية من ولايات السودان وقد يتابع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، أسعار المحاصيل على مستوى ولايات السودان المختلفة من خلال البورصة، بيكون هو على دراية تامة ومعرفة كافية بعملية السوق وعملية الأسعار العالمية والأسعار الداخلية. لكن إذا تحدثنا عن تأسيس هذه البورصة، في السابق تم تأسيس بورصة من قبل مجلس الصمغ العربي لمحصول الصمغ العربي في عدد من ولايات السودان. كانت تجربة أفتكر بأنه نحن محتاجين لدراسة عميقة في تأسيس هذه البورصة بشكل جيد حتى يتوفر لكل المزارعين ولكل التجار متابعة هذه بورصة المحاصيل، لكن يتطلب ذلك عمليات أخرى من قبل الدولة في وضع سياسات زراعية واضحة وفي عملية تطوير القطاع الزراعي بشغيه الحيواني والنباتي، وعملية توفير احتياجات مدخلات الإنتاج الزراعي من التقاوي المحسنة حتى يستطيع المزارع السوداني المنافسة على مستوى الأسواق العالمية. طيب الإنتاج الزراعي في السودان هناك من يعني يصفه بأنه يتسم بالبدائية، ما هي أسرع الطرق للخروج من هذه البدائية؟ أفضل الطرق للخروج، يعني إحنا الزراعة فعلا في السودان هي زراعة تقليدية وما مبنية على الأسس العلمية. في الوقت اللي فيه السودان يمتلك أوائل الدول اللي كانت سباقة في عملية تأسيس البحوث الزراعية، وهنالك مجهود جبار من قبل البحوث الزراعية وعدد من الباحثين في السودان في تحسين وتطوير
أنواع المحاصيل الموجودة على مستوى السودان. لكن هذه الأبحاث وهذا العلم أصبح حبيس الأدراج. لم يجد تشجيع من قبل الدولة ولم يجد تشجيع من قبل القطاع الخاص في تبني هذه التقاوي أو هذه التغانات الحديثة وتوصيلها للمزارعين. طيب. دي تحتاج من الدولة إنها تضع سياسات كبيرة جدا في عملية الإرشاد الزراعي وفي عملية توفير آليات الزراعية بشكل كبير من قبل المؤسسات المالية الموجودة على مستوى السودان ورفع ربع رأس مال المؤسسات المالية اللي بتدعم القطاع الزراعي على سبيل المثال ربع رأس مال البنك الزراعي حتى تتوفر هذه المخالات والتغنيات التغانات الحديثة لأنها تكون هي متوفرة لكل المزارعين. في مؤشر خطير جدا على مستوى الأسواق طبعا لأنه الوقت يعني أدركنا. أريد فقط أن ترتب لنا الأولويات يعني التي تختص في مسألة البنى التحتية لتطوير الإنتاج الزراعي في السودان. ما إذا قمنا بتعدادها سواء كان يعني تنازليا أو تصاعديا؟ تفضل. أنا أفتكر بأنه نحن محتاجين لتأهيل الغنوات، تأهيل المشاريع الزراعية اللي واقفة في فترات طويلة، محتاجين لتوطين صناعة التقاوي في السودان، محتاجين لعملية توطين صناعة الآليات الزراعية في ولايات السودان المختلفة وتوفيرها لكل المنتجين، محتاجين لأنه يكون البنك الزراعي أو البنوك الحكومية متوفرة في مناطق الإنتاج وتكون مباشرة مع المزارعين حتى تستطيع أن توفر التمويل في الوقت المحدد والوقت المناسب ليستطيع المزارع أن يكون هو في بداية الموسم يتعامل مع عملية الإنتاج. وهنالك فرص كبيرة جدا مع التغيرات المناخية اللي أثرت على مستوى العالم على الترتيب المحصولية في كثير من دول العالم. أفتكر بأن السودان عنده ميزات نسبية كبيرة جدا في هذه التغيرات من خلال التنوع والتعدد الموجود في مناخات السودان. لديه الفرصة العظيمة في أنه ممكن يقدر يطور من عملية الزراعة. الآن هنالك الزراعة المحمية، هنالك الزراعة الحديثة، الزراعة المائية وغيرها. يمكن للسودان إنتاج عديد من المحاصيل الواعدة أو المحاصيل البستانية أو غيرها وتوفير هذه المحاصيل لأسواق العربية والأسواق الأوروبية على مدار العام من خلال استخدام هذه التغانات الحديثة لدى المزارعين. طيب. لكن هذا يتطلب مجهود كبير من قبل الدولة. طيب أستاذ سموال، أخيرا يعني بالحديث عن المناخ كما ذكرت أنت قبل قليل، هذا هو يعني أمر قد يكون طبيعي في المقام الأول. هناك من يقول بأن هناك مناخ صناعي. في مسألة حديث عن سد النهضة وتأثيراته على القطاع الزراعي، إذن يعني ما هو المطلوب لمقابلة التحولات المحتملة في نهر النيل بعد اكتمال سد النهضة؟ أنا أفتكر بأنه صد النهضة هنالك كثير من الحديث حول عملية صد النهضة والصراعات التي دائرة في ملف صد النهضة وخوف من هذا السد. لكن إذا كانت هنالك إرادة حقيقية أفتكر بأنه صد النهضة يمكن أن يدخل عدد من المشاريع في مناطق الزراعة المطرية في السودان، يمكن أن تصبح هنالك مشاريع أفضل من مشروع الجزيرة في مناطق الشرق وغيرها للاستفادة من هذه المياه وتوفيرها من خلال الترع وغيرها. أذكر بأن السودان محتاج لشغل علمي وشغل ممنهج في عملية إدارة حصة المياه وملف صد النهضة يتم توظيفه بصورة حقيقية لعملية صالحة الإنتاج الزراعي ولعملية صالحة الاقتصاد السوداني. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الزراعية الأستاذ السمو البدوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا لمتابعتنا. انتهى أحداث السودان، نلتقيكم غدا بإذن الله. انتبهوا على أنفسكم والسلام عليكم.